الخبر رح تنصدمي، من بعدها رح تنكري وتشكي، رح تخافي وتنرعبي. اللي كنت مفكرتيه بعيد عنك صار عايش فيك. رح تعصبي، رح تغضبي، ورح تبكي كتير وتتساءلي ليش انت بالذات، ليش هلأ. تلومي، رح تلومي حالك ويلي حواليك، رح ترفضي وترجعي تقبلي وتتقبلي. بين علاج وعلاج رح تعيشي صراع، جلسة بعد جلسة، في نزلة وفي طلعة، ساعة بتبكي وساعة بتضحكي. وأوقات رح تفكري تستسلمي وتسلمي، وأوقات رح تستقوي وتقوي لحتى تتعايشي وتعيشي. مع كل نزلة شعرة رح تعلي عزيمتك، رح تتغيري من برا أكيد، بس التغيير الأكبر رح يكون من جوا. نصل لفقرة هنا مشاهدينا، ومعي اليوم البريست كانسر سيرفايفر ميشيل نبهان اللي هي صديقة. صباح الخير ميشيل. هاي فين، كيفك؟ ماشي الحال. يعني كنا عم نحضر نحن والمشاهدين هيدا الفيديو، قد ايه هو مؤثر وقد ايه هو اليوم صعب انه نقدر نسمعه، قد ايه هو حقيقة. وانت موجودة اليوم معي كرمال نحكي عن التحديات اللي قطعتي فيها بكل هيدي المرحلة ميشيل. انت، انا لانه بعرفك على الصعيد الشخصي بعرف قد ايه انت شخص كنت مليانة حياة وهايبر، ومن البنات يلي بيظهروا بيسهروا بينبسطوا عندهم اصحاب، وفجأة وعيتي على هيدا الخبر. خبرينا من الأول. مثل ما قلتي، حدا كتير مليانة حياة، بضل عندي قصص، يعني كل نهاري ما بيخلص قد ما عندي اخبار بدي أعملها وهيك، وبوصل لآخر شيء كأنه ماني عاملة شيء قد ما بضلني معجوقة. وهيك نهار يعني عن جد نمت قمت، عادي عم باخد دوش الطبيعي تبعي، يعني انا وعم باخد الدوش حسيت انه في شيء غريب على ميلة صدري اليمين. دغري قلت انه يعني ما فكرت ابدا انه يكون كانسر، يعني اول شيء قلت انه بيكون شيء بلكي لانه هلا البيريود وكل هالاخبار. نطرت يومين ثلاثه، ضليتني كل فتره يعني كل نهار بس هيك، ما خبرت حدا. اي مش ابدا ابدا، بقيت عم دس يعني عشت يومين ثلاثه زيت المحل اللي حسيت فيه شيء غريب. لثالث نهار انا اختي انفيرميير قلت لها بدي فرجيك شيء انه تعي شوفي وهيك. اجيت قالت لي انه صارت تدس وهيك، قالت لي لا هيدا ماشي وهيك، بس انه فينا نشوف الجينيكو. وطبعا امي كمان زيت الشيء يعني، ودغري مثل كل الامات يعني دغري بروحوا للقصص الكثير منيحه يعني. قالت لي معلي ماما هودي ماشي، كلنا عنا هيك كل البنات وهيك. فأنا ما اقتنعت، قلت ضروري روح شوف الجينيكو. بس رحت عند الجينيكو، ما بصدق إذا عن جد أول ما هو حط إيده قال لي دغري دغري بدنا نعمل مامو إيكو. أنا على أول ما قال لي مامو إيكو قلت إنه لا، مامو إيكو يعني كانسير دغري، يعني مش إنه فكرت بغير شيء. قلت له بس إنه أنا صغيرة بعدني وما عندي حدا بالعائلة، إنه كيف هيدا؟ قال لي ما خص، وعملنا مامو إيكو وجانا عملنا بايوبسي، طلع إنه عندي كانسر وستيج 2 يعني. ميشيل بس عرفته، يعني عرفت العائلة. طبعا كل إنسان بأول فترة بيسكنوا خوف توتر بالبيت. كيف عشت هالمرحلة؟ يعني هل ما بيعرف يعني هيدا المرض للأسف ما بنعرف شو ناطرنا فيه، ما بنعرف كيف نهايته، بده كتير شجاعة، بده قوة، بده إيمان، بده صبر. شو كانت هون ردة فعلك وردة فعل البيت؟ كلنا عم نبكي، ما حدا نوقف بكي. ما كنا عم نعرف شو بدنا نعمل، يعني مع انه مثلا اختي بالدومين حتى هي كانت عم تنهار يعني قدامي، لانه ما كنا عم نصدق انه انا عمري 31 وابدا هو الكانسير عاده كانسير دو سان اريديتير بيكون. ف يعني صرنا نقول اكيد في شيء غلط، مش معقول. طب ليه انا، مثل عن جد الفيديو مثل ما انا عم اقول انه ليه انا بده يكون، انه شو في من وراء هيدا الشيء يعني.
وليك الخوف اكيد اول شيء بيسيطر علي، علينا الخوف يعني علي وعلى اللي حوالي. وبتصيري انت بدك تقوي حالك كرمال الباقيين كمان يقوا قدامك، لانه انا ما فيني اشوف امي بقى عم تبكي، ما فيني اشوف بي عم بيتضايق كل ما يشوفني. فكل هود القصص عن جد بتصيري انت بدك تعمليهم كرمال غيرك يصير انه يعني انت اللي متضايقه بتصيري بتبطلي همك حالك، بصير همك انه تروقي اللي حواليك. اوكي هيدي كانت اول هيك بالصدمه يعني. بعدين وقت رقنا صرنا اذا بدك هلا اكيد الحكمه يعني رحت عند كذا حكيم، والحكيم يلي نقيته عن جد حمد الله انه هو وجهني على الطريق المزبوط. وقدمهم انه الحكيم يكون حدا بفسر كثير، لانه ما كثير هي انساني كمان يعني. هون تحيه لكل الاطباء بلبنان يلي يعني هين لي اياها بطريقه انه مزبوط الكانسير كانسير بالنهايه، بس فينا نشفى منه وبدنا نكون قوية تنقدر نتخطى. وعن جد هيك صار يعني. خلص رجعت على البيت اخذ قرار انه انا بدي احكي عن الكانسير، كان انه هيدا مثل تابو بتحسي ما حدا بيحكي عنه. بدي خلي غيري يلي من عمري ينتبهوا اكثر على صحتهم، انه مش الحياه منا كلها مثل ما كنت عم اقول قبل ظهرات وسهرات وهيك تتغير مشال ايه يعني كتير. اصلا قلت من فيديو انه مش بس نحن بنتغير بالشكل، بنتغير كثير من جوا، وطبعا دائما للافضل لانه بنصير نقشع الحياه الحقيقيه، بنكون قبل عايشين يمكن وهم معين. مشال انت صبيه يعني اليوم عم تقولي لي 31 سنه يعني صبيه صغيره، البروسيدور تبع المرض السرطان متعب شك مظهر ديجا المظهر بيتغير يعني. مصر. انا عندي هيك على انستغرام كنت عم شوفك عم بتنزلي صور قد ايه انت متصالحه مع حالك، قد ايه انت على بالك دايما يور سبريدنج بوزيتيفيتي يعني عم تنشر قد ما فيك الايجابيه. هل هالقد بيكون في ايجابيه او شخص بيقوى هالقد وقت يكون مريض، او بيكون وهم هو كمان بده يحط حاله فيه ليقول انا بدي استمر؟ بتعرفي انا شخص كثير بخاف، ووقتها أول ما عرفت بالمرض تبعي قلت نو واي ولا ممكن أقدر أتخطى هيدا الشيء يعني، أنه أنا حدا كتير ضعيف وأنا كتير إيموسيونال وهيك. بس صدقيني زينة أول ما بلشت يعني أنا أوريدي بآمن، وقتها صرت زيادة أكتر خلص اتكلت على الله وقلت لو شو ما بده يصير هو بده ياني هلأ أنا أكون انحط بهيدا الإكسبيرينس رح كون قدها، ورح كون أنا يعني قوية بإيماني تقدر أبعت إذا بدك هالبوزيتيفيتي وهالقوة فرجيها لكل العالم. شحر. وعن جد لو ما أنا بضلني أقولها هيدا، لو ما من إيماني ما كنت بقدر وصل كل هالقصص اللي بدي وصلها للعالم، لأنه كان بدي مثل حسيت أنه أنا جيت رسالة أنه إجا هالكانسير كرمال وصل رسالة لحدا، وابارنتلي عملتها يعني مع كتير عالم على انستا بيحكوني بيقولوا لي وقتا نشوف صورك وقتا نشوف كيف بتحكي وهيك بتقوينا لقلنا بتعطينا بوش أكتر. وحتى عملت أويرنس يعني حسيت أنه في كتير بنات حكيوني قالوا لي من وراك رحنا عملنا فحوصاتنا. أكيد تعرفي مثل ما قلت لأنه كمان بالفيديو قلت شغلة كتير مهمة ميشيل، أنه نحن دايما بنقول هيدا الشيء كتير بعيد عنا، أنه يعني الله يبعده الله ينجينا يعني، كأنه نحن هيدا الشيء مش ممكن يصير معنا بالوقت اللي هو ممكن يصير مع حيا إنسان، ومثل ما أنت قلت يعني لأنه وراثي ولا شيء. ميشيل شو أكثر صعوبات كانت تواجهك فيها يعني؟ عم نحكي هون من الوجع الجسدي للتعب للوجع النفسي، كنت أوقات تحس أنه خلاص أنا فرطت؟ أكيد أكيد. لكن كل مرحلة بهالكانسير كان عندها بوزيتيف وكان عندها نيجاتيف. أكتر مرحلة كانت وقت الكيمو كيموثيرابي يعني عن جد هيدا قد ما خبرك قديش بشع وقديش بضايق يعني، ما حدا بيقدر عن جد يعرف غير يلي قاطعين بهيدا البارت يعني مثلي. كانت من بعد كل جلسة كيمو كان يكون في وجع كتير، وكان في أكيد يعني داون لأنه الليزرمان وهيك كلهم بيتغيروا على الكيموثيرابي، بيوقفوا لك البيريد بيوقفوا كل شيء. سو كل هود القصص كانت كتير تأثر علي، وأكيد يلي أكتر بعد أكتر هو الشكل يعني. أنا دغري أول ما هار شعري ما كنت عم بتقبل بالأول حالي، بعدين ترجعت قلت إنه خلص هيدا الشيء سجون دير، بكرة رح يرجع شعري يطلع،
ليك رجع طلع مبسوطة فيه وانا احلى كثير حلوين. إيه لا وانا حبيت فيك يا ميشال انه بهيدي الفترة ضليتك ميشال يعني كنت تطلعي بلا شعر كومبليتلي يعني ولا نهار حطيتي انتبهي اكيد كل شخص عنده الحرية وانا مش عم اقول انه الشخص يلي اليوم بحط بيريك اوقات بيكون بده يريح نفسه اوقات في اشخاص ما بتحب تقول للحواليا كمان مش من مش كتخبي يمكن ما بدها تأذي عالم حواليا بتفضل تترك هالشي لإلها بس انت كان عندك الجرأة هالقد انه تطلعي مثل ما انت ميشال يلي كل اصحابك معودين عليك وكلهم انا بعرف قد ايه بحبوك لانه بيعتبروك الدينامو الجروب تبعهم هون قد ايه اهميه الانتوراج يعني قد ايه اليوم بتقولي لكل شخص عم يمرق بهيدي الفتره ما ينزوي ما يضل لحاله ما يقول لي انا يمكن لانه كلنا معرضين اكيد هيدي عن جد هي الكلمه انه كلنا معرضين لانه ما بحياتنا كنا نفكر كان على طول بريوريتي حياتنا اليوميه ولا مره كانت صحتنا هي برايوريتي ليك السوبر كتير مهم بس بذات الوقت كمان أوقات كان يلعب شوي نيجاتيف ما علي لأنه العالم كتير بدها توقف حدك بطريقة أنه أوقات حتى هيدا بقولها عن جد للكل وخاصة إذا بيعرفوا حدا عم يقطع بالذات الكار تبعي أنه اتركوا المريض هو أكتر على راحته يعني أنا مثلا كنت أظهر من الكيمو من جلسة الكيمو في عالم ما تكون بتعرف أنه أنا هلأ ظاهرة يدقوا لي أنا ما بحب ما رد على العالم يعني دغري بمسك التليفون وبرد وصير بدي أعطي إفار من حالي وأنا كنت موجوعة ومضايقة وبدي أحكي مع العالم انبسط أنه العالم عم بدي قلي كرمال تطمن علي بس بذات الوقت أقول أنه يا ريت بس بينطروني تروق وأنا برجع بحكي مع الناس وهيك آخر شيء يعني من بعد ثالث رابع جلسة أنا عملت 16 جلسة كيموثيرابي من بعد ثالث جلسة أخذت قرار أنه كل السبور يلي واقف حدي أنا أقول لهم أي متى يجوا أفو حدي عن جد أنه ما تستحي كمان اليوم بالعكس أنه لأنه عندك وقت معين بده يكون لإلك وراحتك كمان مهمة كرمال أنت تقدري تستمر اليوم ميشال إذا بدي أسألك شو الرسالة يعني بعرف أنه أنت بعدك لليوم عم تشتغلي على هيدا الموضوع ورح تضلك واقفة حد كتير أشخاص هن بحاجة لخبرة ووجع شخص قطع بهيدا الموضوع كرمال يقدروا يستمروا شو بتقولي أنا هيدي فترة ما رح أنسيها بحياتي ورح ضل دعمتها لآخر نهار أكيد أنا خلص مثل ما قلت لك هيدي رسالتي وحطيتها براسي على الآخر يعني وبدي فوت فيها كمان على الآخر وخاصة بدي أكون عم ساعد البنات يلي عمرهم بين 25 والأربعين سنة لأنه بحس بعد ما في هيدا الأوارنس أنه اللي تحت الأربعين كله بقول أنه فوق الأربعين سنة بتبلش تعملي مامو إيكو أنا ما عم أقول أنه قبل الأربعين يعملوا مامو إيكو لأنه أصلاً الحكمة ما بينصحوا بهيدا الشيء بس يعملوا سيلف تشيك يعني في وقت معين رح دلني هلأ أحكي عنه على إنستغرام كمان لازم كل صبية تعمل سيلف تشيك هي تتعرف إذا في شيء عم يتغير بجسمها في شيء عم بهيدا كرمال وما يستلشوا أوقات كمان بإشي ممكن يلاحظوها تغيير جسدي معين انت ميشال هلا الحمد لله خلصتي من العلاج بدي انا اول شيء اقول لك انه كثير بشوف حالي فيك عن جد وانا من يعني انت صديقه وبتابعك وانا ما كنت حب كثير ضايقك خلال كل هيدي الفتره بس بعرف من كل اللي حواليك قد ايه انت كنت تعطي القوه للاشخاص اللي حدك وان شاء الله بتضلك تضحكي وبتضلك بصحه منيحه ونحن بحاجه لك لتضلك عم تعملي هيدي التوعيه وتوقفي حد اشخاص ممكن بكرة يكونوا محلك وممكن حيلا حدا منا شكرا لك ميشال نبهان.